يلا حيو حيو ابو صباح بركبو شعلومو شلونك؟ كيف حاله؟ شوف حاتم يا عيونه ابي انت بالقصيم، انا جيت عندكم بسم الله مهرجان التمور. الله يا اخي يزين جواهم يا اخي. الله مهرجان التمور وين انت؟ يزين يا اخي اجواهم هناك. يا على 160 160 160 160 كذا، ترى هذا اسلوب بالتسويق والله، بس رهيب والله، اسلوب جميل. يا شوف يخليك يعني حتى وانت بالسوق تستمتع وانت تسمعهم يسوقون، وكذلك تشتري يعني والله تشتري. هذه يا سلام كله طول عمر السلامه، حتى الزباين يكثرون. مدينه التمور عندنا بالقصيم. اي يا زينه زينه. شوف القصيم، مني انا من القصيم من سكان القصيم، اعطيك معلومه بسيطه كذا. اول شيء القصيم هي المعروفه بالمملكه انها هي السله الغذائيه للمملكه. شفت القصيم تنتج جميع انواع التمور. اي نعم. والفواكه. اي والخضروات. تمتاز القصيم طول عمر السلامه بالمزارع. نعم. حتى من ضمن الاشياء اللي فيها عندنا، اي زي ما انت عارف انا من القواره، تمام؟ في ديره بيني وبينها يمكن مسافه 20 كيلو 25 كيلو. ها فيها مهرجان العنب. العنب 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 حل. تمام. اي اعرف جيته والله بعيد عن براده شوي. ايه هي مجا على طريق حايل. على طريق حايل. ايوه تعرف الديره؟ نعم. ما نسيت اسمها بس اني جيتها. زي ما تقول مزرعه وكذا. ايه مزرعه كبيره فيها. أيوه. انواع العنب. نعم جيت. ها تعرفها ولا لا؟ جيتها ممر واحنا رايحين. عمرك دخلت فيها؟ ممر يعني برا، ما دخلت داخل. هي ما خاب ظني انها اتوقع انها ما دخلت. قليب الترمس. ما؟ قليب الترمس. ما خبرني، ما ادري والله ما اعرف اسمها. ولكن مدينه التمور ببريده هذه متى تبدا؟ في مدينه التمور دي نفسها موسميه، هي التمر زي ما تعرف موسمي. احيانا وقت موسم التمر تلقى انواع التمر فيها، واذا جاك موسم الصيف اللي هو موسم الجح تلقى فيها انواع الجح والشمام اللي يسمونه الناس شمام وناس يسمونه جرو. ايه احنا بحالنا نسميه شمام ترى. ايه انتم جرو تقولون؟ ايه جرو. وفي عندنا طول عمر مزارع كثيره. احنا عندنا مزرعه ما شاء الله، يعني تقريبا قليل اللي تلقاهم من سكان القصيم ما عندهم مزارع. ايه؟ يعني تلقاهم وش عنده بيته ومزرعه زي ما تقول يحط فيها استراحه. ايه ونعيش فيها اجواء حلوه يا زين. فبريده غاليه على قلبي كثير. انا والله احبها بريده والله، ترجيها والله بشكل اطلع اسافر اروح كثير. اجي اجيها ترى كثير بريده والله جاي كثير. هناك عماني، هناك نص عماني، هناك ابوي من سكان، جدتي هنا، جدي هناك بيته. شوف والله ترى شوف الصد يعني بريده. وعندك حاي يا اخي اجواءها جميله جدا. جدا قريبات حتى من بعض. الله حي دحدح. يا هلا امية، هلا عين عين حانون اتشبدي. اجال حياه. حياه يا مرحبا. ارحب مليون يا ولد. صوت وي واحد يطلع ثلاث ساعات اربع ساعات يجي يشرب مليون. اي والله. ايش طيب وش ذا الكشخه؟ ايش ذا؟ ما 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 اعرفك انا قبل كذا يا ادم. سالومه راح يتطور يا اخي. هل في سبع ساعات طالع ولا كم ساعه؟ كيف الحال؟ والله بشرك الحمد لله. هلا زاد هناك. هلا هلا والله. يلا حيه الله حيه. كيف الحال؟ بس صدق مع السلامه. كيف الحياه برا؟ لازم تحكينا عنها. ها يا حبيبي والله. يا حبيبي والله طول عمرك. اوه يا الكرك والله. خله والله اجيب. لا لا والله ابي اجيب لك. ابي اجيب لك. سلام. انت وقت جيت كرك مر ولا وش؟ ولا وصل؟ لا حالي بس قل لك وصل. خلاص كرك وصل. صار ندب انا يا زين. اوه يا وش ابي؟ وش ابي؟ اجلس. اوه وش يا المركة؟ ايش مركته؟ قلت اوه يا الكرك راح جاب كرك. هد بدي تدلع. اوه يا المرك. يعني غريب انا. اوه يا المرك. نجيب لك مراكي. كم عندنا دحدح احنا؟ يا المرك هي اللي هناك. ما في؟ اوه يا المبخرة. اوه يا المبخرة. 10. اوه يا المبخرة. العلبة هذه ما فيها. اوه يا المبخرة.
مبخرة يا شيخ. لو تبي وش انت؟ ابشر بس. تسلم. اعطى مرك اعطى مرك يا ولد اعطى مرك. اوه يا المبخرة. جايب مرك 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 للضيف. يا ليل ابو لمبة صدق. بس يحقلك يحقلك. دقيقة. خمس دقائق ترى بس. بس. بعدها بتفهم. لا حيد احداح. الله يبقيك. شعلومة. شخباره. يا هلا 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 هلا. ارحب. هلا هلا. تبقى وتحيا. اوه. حشوة. الله يزحلق. الله يروح. كيف الامور برا؟ والله. كيف الحياة برا؟ تب. يا اخي في حاجة. لا 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 شرب شرب. اتس اتس اتس. ايش قالوا الناس؟ ودها كذا ايوه ايوه ايوه. وش شفتهم يوم هبتهم بالجوالات؟ اسلم ولا يسلم رضي العزايم. شوف في حاجة. مشكلة في الطلعات بما اني خبرة. اي. ايش فيك؟ بسم الله عندكم حصان بالقرية؟ الله اقرا مريسكم. شوف في حاجة وش اعاني منها؟ على الجوال. فيك برد؟ عليك برد؟ ها؟ على الجوال. اشوف حتى علي يقول كذا بعد. من يوم ما نطلع لين نرجع، ما تدري العالم وش هم فيه. كذا ما رفعت راسي. لين قال حوصلنا القرية. وينكم يا السلايل؟ وينكم يا السلايل؟ وينكم يا السلايل؟ تدور ايش قال ايش ما قال؟ السلايل. طيب انت كم اخذت خمس ساعات؟ وش في شيء شفتوا عنه شيء؟ قالوا شيء؟ حطوا شيء؟ رجوا شيء؟ بندر جاء كسر من الديفن ومشى. لا والله البرنامج فيه تصاعد والله. ما نبي برنامج نبي احنا. هاي البرنامج خلاص يقولون كل يوم يدخل علينا يقول ترند الاول ترند الاول. ترند الاول هذه لو الحين تاخذ جوالك تفتح ترند الاول. هذه هذا مقفلين بالله على 24 ساعة يعني على طول برنامج ما معهم عشاء عزب تبي ترند الثاني هلا اول الاول هاي عينك اي والله صد لكن اتكلم عن الاشخاص الاشخاص يعني عن الاشخاص اي عطنا سلبياتنا وايجابياتنا لا لا سلبيات خلي لحظه خلي لحظه السلبيات تحبط السلبيات تحبط الواحد لكن عطنا بنا عطنا النقد بنا لكم خلك اليوم مثل كلام اليوم لكم جروبات دعم شوف انا بعيد عن جروبات الدعم وبعيد عن الجماهير الشخصيه مثلا يعني زي اقول الحين جروب دعمي السلايل كذا لا لنا جماهير ترى برا النطاق هذا من قوه البرنامج انت متعدي الحاجه ذي في اشياء يبونها اللي هي جلسات هاديه يكون فيها مواقف قصص مواقف قصص شعر قصه تعرف اللي هو بالعربي سؤال قصه قصيده ايه اقرب يا ولد شعيونه شي عيونه ايوه يبون يعني اشياء تعرف التنوع يعني زي قصه ليلى والذئب يعني مثلا يبون لا يبون هو اللي صار جدي معكم غلط انا طلعت نسيتكم لا لا قصدي بجلسات هذه صد صد جلسات عدد كثير سوالف اي عدد كثير ما في تقاطع اصوات هو ما في عدد فقرات تكون فقرات مختصره مختصر مبتكر مو مكرر صح اي شيء مكرر او مكرر بس مطور يعني الحين اللي فهمت فهمت كلامك الحين في لمسات الحين مثل فقرتي الطبيه تقريبا بوقفها مؤقتا كذا إيه؟ بس احنا الحين ما لاحظت حاجه وش انت شفت بعتها البث شفت ما شفت انا ولا ما فضيت له الصج ولا اخو خلاص وصلت اسمع هلا بلبث انا بس خلاص عددنا 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 صار قليل اي والله عددنا صار قليل والله قليل صدق يعني الحين تتكلم عن 17 واحد وطالعين اليوم ثلاثة ها يعني صار مثلا تقريبا 15 وعندك طال عمرك كانوا في ثلاثة نايمين صار 12 وعندك كان في اثنين مدري وين رايحين فصار بلبث يمكن 8 9 انت تقول يا دوبك تجمعهم جلسة واحدة الحين والله العصر اليوم يا دوبك تجمعهم جلسة واحدة اي بس مو شرط كل الثمانية جلسة واحدة كل توقفنا من نظرة الثانية كذا يعني أربعة هنا أربعة هناك طيب غير الجلسات واحد بينهم قشر ما مدحوا جلسة ديك الجديدة الا ايه جلسة ترى حطيت هذيك جلسة هذه مسجلها باسم السلطي مدحوها والله الجلسة ذيك ايوه اثنى عليها انه تنوع لوكيشن المفروض يزودون الجائزة اي احسب لك النقطة ذي والله تحسب لك لان تنوع لوكيشن ترى حلو بشكل عام يعني انت يا سلطان ما بقيت لنا شيء لا والله لا ما عليكم طب عطنا 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 شيء ثاني لا لا نبي عد شوف حنا ترى ندور نقد لو من عندك وانا ادور ناس اسلقهم يعني انت تقولون اسلقنا وانا ادور ناس اسلقهم من يوم اتلفت يمين يسار ما بيكم اسلق يا رجال لازم اسلق درب درب
ثلاث شخص انا بندر جاء قال هذا اللي بيصير هذا الطريق بندر جاء يطلع عمر قبل شوي قال يا طول عمر انتم بارد ما عندك شيء ما تتحرك جاءنا الحمد لله ابسي قال انت صوتك خايس كذب اي انت عطني كذا اسلك اسلك اكذب اي شيء اسلك ما في ما لقيت احد يسب يعني سب لا مو سب او حتى نقد حتى نقد يعني الا على الاشياء العامه مو كشخص مثل وش العامه تقاطع الاصوات تقاطع ايه. كلها ما تخفاكم تعرفونها ايه. و الازعاج ولا زلنا والله على هالموال تقاطع اصوات اذا شفت اثنين ثلاثه يسولفون في جلسه نعم. مو لازم انك تجي تجلس عندهم خل الجلسه يا اخوي روح جلسه نعم. ثانيه ايوه هذه هي مو شرط رياليتي اليوم كله نعم يعني تخيل عندك صنف واحد اكل تمل فطور غدا عشاء فطور غدا عشاء لو هو ألذ طعام صدقت بتمله نعم لكن اذا نوعت ممكن احيانا تجيب يعني طعام ما تتقبله الله يديم النعمه ولكن يبين لك لذه الطعام ذاك صح. اللي انت من كثر ما تكرر عليك خلاص صار عندك عادي لا تذوق هذا ترجع ذاك يكون له لذه يكون له طعم والله اني طلعت عارف هارج ايوه عارف هارج شو انت تطلع من هالسياق عظيم الله الله عظيم الله الله شي عيون شي عيونه